لابته لابته وقفة شوميلة 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 وإلا فلا وإلا فلا وإلا فلا سلمت يمينك يا أبو سعيد من قدم لنا هذه البطلة المتميزة عملولة عملولة بنت ولد مياس أبو عقال وأمها بنت هملول وش إنجازاتها والله شريحة على سبق وركضتها في مركاض اللي طاف المعجزة وسبقت وجابت افضلتين في البكار الله يبارك هذا ثاني دخول ومولع مولع على جلمود ابو قبا وامه بنت ولد السعر وشاريها منا من قطر وكان محقق افضل اتيام وهو بروحه شارك عندي من اسبوعين وكسرتين من رقب وانجازاته اشتريت علي انجازات شاريها عنده سبق 4 مرات وجايب من كيلو 200 دقيقة و 37 عصاب بطانة ما في كلام ما يسبق الا الطيب كنت متوقع بانك تاخذ الشوطين في اول تاهيلي في هذا المهرجان والله شوف انا متوقع منهن سبق لكن اكيد معكم مشاركين لكن والتوفيق السبق توفيق من رب العالمين وانت هذه الانجاز والله هديه المحبين الفطاميين كلهم وللصيرمي خصوصا يستاهل يستاهل الخير الله يطول عمرك الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين انتظمن انه الله